بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا البيانات كلها، عملنا ريموف، عملنا اد. في مهمة تانية اسمها فايند وان، انا عايز ادور على وان رو، خلاص، اللي هي سيرش، بس اعملها باسلوب مختلف شوية عن الاسلوب اللي احنا مشينا بيه. اعملها بديتا كلاس عشان البيانات لما ترجع تترص جوه الفاريبلز الداخلية بتاعت الديتا كلاس نفسه. فعملت ديتا كلاس سميته انت، اديته الاي دي وده انت، ودخلته فال عشان كنت متصغيرش ولا في الانسيرت ولا في الابديت ولا في الابديت، يعني قصدي اسف في الابديت ما اتغيرش. لكن النيم هعمله فار عشان ده ممكن يتغير، جندر هعمله فار سترينج لان ده قيمته ممكن تتغير، والايميل كذلك ممكن قيمته تتغير، واخيرا الايه السالري فار الايه السالري. طبعا الاي دي الوحيد اللي فال عشان ما بيتغيرش، ده مفترض ان ما بتقدرش تعمله تشينج. طيب ده الداتا كلاس بتاعي، خلاص الكلاس بتاعي ما فيش فيه مشكله. وهعمل فانكشن اسمها جيت امبلي، جيت امبلي هبعت لك رقم الاي دي بتاع الموظف تجيب لي بياناته، بس هو ده اللي عايزه. يعني هي الفانكشن بتاخد الانبوت بتاعها اي دي وبتريتريف امب اللي هو الداتا كلاس بتاعي، وعملت استفهام عشان ممكن يبقى نل، يعني ممكن يجي فاضي. وعملت كون تو ماي سيكوال، عمل لي امبورت الماي سيكوال لورك، قلت له لا لا يعني انا كنت اقصد ناس تبع نفس الباكج، وعملها اعتبرها باكج ثاني وندى عليها. فقلت له انا هحط نفس الكلاس ده مع نفس الباكج اسمه ماي سكيل ورك، اديتها كلاس بتاعي وادي كونكت تو ماي سيكول، واقول له ستيتمنت، وهقول له يا كونكشن دوت ايه كرييت ستيتمنت. تمام، قال لي ابعت لي بس الجمله عشان يكريت الستيتمنت بتاعتها. تو تايب هعرف بتاع دوت فاريبل كمان اسميه الايه الفاريبل الخاص بيه الاس كيو ال ستيتمنت بتاعتي، اللي هي عباره عن سيلكت اللي انا عايز اجيب من الداتابيز استريسك، يعني كل الكولومز فروم امبلي من التيبل بتاع الموظف بكونديشن واحد، وير ان الامبلي اندرسكور اي دي اسم الفيلد كده جوه الداتابيز يكون ايكوال على استفهام، يكون ايكوال اللي انا هبعته لك، او على طول ايكوال الاي دي اللي انا ايه الفاريبل عضو. طبعا دي كده مش بريبير ستيتمنت، انا بحب اشتغل بريبير ستيتمنت، بس برضو خد في بالك ان يبقى في انواع ثانيه. هنا على طول انا كونت الجمله سيلكت بالاسكور دي بيساوي واسم الفاريبل الاخر، بس خليك في البريبير ستيتمنت يبقى افضل اكثر امانا، يعني بدون دخول في تفاصيل ليه. ستيتمنت دوت اكزكيوت كويري، ليه اكزكيوت كويري؟ عشان دي جمله سيلكت، ستيتمنت دوت اكزكيوت كويري وبعت له الاس كيو، وبعت له مين؟ SQL بتاعتي، وهيريتريف ويحطه جوه الار اس. تمام، ما ينفعش معانا في الداتابيز هنا خالص ولا حاجه، لان لسه هشتغل على الار اس. فقلت له ماشي، وين ان الار اس دوت نيكست، يعني لما بتيجي نيكست تقف على اول ريكورد، المفروض هو ريكورد واحد مفيش غيره صح، وين دي مش وير، ها وين، فنيكست هتجيب ترو هتجيب فولس، لو جابت ترو معناه ان في ريكورد. فالحاله دي هقول له بقى ايه، عايز اريتريف الامب ده، بس قيمته هتبقى ايه ار اس دوت جيت انت بتاع الكولوم الاول اللي هو الاي دي، ده هيبقى مقابل للاي دي كوما ار اس دوت جيت سترينج، ده هيبقى مقابل للنيم اللي هو رقم 2 واللي بعده اللي بعده اللي بعده. يبقى كده مليت الايه الامب، ايه الامب اللي هو الداتا كلاس بتاع اللي انا عملته فوق، خلاص بكل فيلد فيلد. ده في حاله الترو لما يكون ار اس عمل نيكست ويقف على سجل فعلا، لو جاب فولس معناه انه مفيش سجل، معناه انه مفيش حد موظف بالاي دي ده. فاقول له جيت سترينج رقم 5، خلاص ده كده الايه الامب بتاعي اتكون، خلاص بس اخر واحده جيت دبل عشان دوت بتاع السلم كده اهو. تمام تمام، دي في حاله الترو. في حاله الفولس هتعمل ايه؟ قلت له هريترن نال، يعني هريترن امبلي فاضي، يعني ما عنديش اي ايه المشكله. دي الريتيرنال. طيب ده الامب اللي في حاله الترو، وده في الفولس بتاعتي هيرجع ايه؟ هيرجع نل. في كوس مقفول مرتين، كوس ده مقفول هنا ومقفول تحت، اقفله في حته واحده عشان يبقى ايه مظبوط. هو ده بس كان يبقى كده ايه، وين ان عمل نيكس وجاب ترو هيريتريف الداتا بتاعت الامب وجمعتها له، فولس هيريتريف ليا ايه؟ هيريتريف ليا النل. ما السيمي كولون سيبكم منها، بس انا المعقد. وكده يبقى انا كده عملت ايه، عملت الجيت امبلي بتاعتي كفانكشن بالجيت امبلي واحد بتريتريف ليك داتا كلاس على بعضه جواه الايه الفيلدز بتاعتنا
نشوف بقى البروجرام بتاعها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.